قبرت. فيلم يا جماعه اسمه حبيب من اسطورة الشواطئ. هو ده اسطورة ولا حاجة؟ ما هو بيعرفش يعوم وشغل منقذ وما بيعرفش يعوم. دي المفضلة الكوميدية الموجودة في الفيلم. الفيلم كتبه الأستاذ محمد فضل من فترة وقعدنا عليه واشتغلنا عليه فترة كبيرة. أنا حبيت الفيلم لأنه فيلم عن اسكندرية. الفيلم كله في البحر في أماكن مفتوحة. بيخرج الناس شوية من جو الديكورات المقفولة. عجبتني شخصية حليمة جدا لأن أنا بقالي 5 سنين قايل عن السينما بعد فيلم كبير في القديم. اتعرض لانتقادات رهيبة جدا بسبب موقف السياسي كان في الوقت ده. فقعدت فترة كان لازم أنا أختار شركة إنتاج بجون قوية جدا. فجمعتني الصدفة من الأستاذ خالد سالم والأستاذ مدحت سعد وقعدنا ناقشنا. فلقيت عندهم الاستعداد الكافي جدا إن هم يعملوا فيلم زي ده رغم إمكانياته الكبيرة. وحتى انا وانا بتكلم معاهم قلت يلا بقى نعمل الفيلم ويطلع زي ما يطلع. فوجئت في اول يوم تصوير. على فكره انا لما بتكلم كده مش نفاق عشان المنتج قاعد ولا حاضر. انا شفت الفيلم ده انا بقالي تاريخ كل حوالي 40 فيلم سينما. انا شفت الفيلم ده حاجات ما شفتهاش قبل كده. شفت يعني ايه الانتاج يكون منظم؟ يعني ايه كل حاجه في وقتها؟ يعني ايه مفيش مشاكل بتتعمل؟ كل ده انا شفته. فانا اتخضيت جم يعملوا مؤتمر صحفي. ده الافلام دلوقتي يا جماعه بقت الناس بتخش تصور ويخلص الفيلم ويبقى في حفله العرض الخاص بس بالكتير لو عملوها كمان. لقيت عنده تقليد كان غايب عندنا من زمان ويمكن مدام حياتي وانا بكلمها كلمتني عليه ان هو فين؟ احنا بنتجمع الممثلين والفنانين والصحفيين والاعلاميين بنتجمع امتى؟ لازم يكون في مكان يجمعنا. قبرت أقوى موقع فني في مصر.